جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه، فاختار لقاء ربه شوقا إليه، فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك، إذ كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روحه. فكيف بقدوم روح سيد الخلائق؟ فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب، ويا واقفا بغير هذا الباب، ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر.